السلامة، مرحبا بكم. اليوم باش نهزكم معايا في جولة. عملنا دورة في محل متاع مشتريات متاع حوايج متاع معون، وبعديك رجعت للدار. حضر مع بعضنا لكاستيك. لهنا بعد ما كملت الجولة متاعي رجعت للدار، قلت باش نحضر مع بعضنا فريكاسي تونسي. نبداو بسم الله. عندي لهنا 100 مليلتر ماء دافي، عندي مغرفة سكر باش نحل فيهم زوز باكويت خميرة خبز. الباكو فيه 10 جرامات كيما تشوفوا، ونضيفهم لهنا هكا في الماء متاعو والسكر، نحركهم نخليهم يتفاعلوا باش نتأكدوا من
الخميره نتاعنا اللي هي معناتها مازالت فيها التتفاعل نتاعنا، الخميره نتاعنا تتفاعل. خليوها درج هكا تتفاعل الخميره ونرجع لكم. شوفوا ما شاء الله الخميره نتاعنا كيفاش تفاعلت، معناتها الخميره نتاعنا لهنا هذه هكا 100% متفاعله. بسم الله نضيفوا الخميره في البول نتاعنا، والعندي لهنا كيلو فرينه، كيلو فرينه باش نضيفوا. بسم الله باش نضيف عليه زوز مغارف زيت، انا خديت زوز مغارف زيت زيتونه هكا. عندي لهنا 30 مليلتر حليب كما تشوفوا، باش نكمل نضيف عليهم الماء الدافي هكا كملت 200 مليلتر ونبداو نعجنوا. بسم الله توا لهنا المكون السري نتاعي هو مغرفة خل صغيره هكا صغيره كما تشوفوا. عندي ضفت الملح بعته على الخميره وضفت الملح، توا نبداو نعجنوا. كما قلت لكم الاول مره عملت 200 مليلتر ماء وحليب، توا باش نبدا نضيف في الماء بشويه بشويه ونعجن. بالطبيعه الماء تاعي دافي حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه. بسم الله الفرينة اللي عندي قاعدة تشرب نزيدو بشوية هكا الماء ونعجنو. أنا لهنا حطيت على البلاند ترابا نتاعي باش نبدا نعجن فيها، نخدمها هكا بداية حتى تتلين العجينة نتاعنا وترطب الماء. نقعدو نخدمو الباتا نتاعنا هكايا حتى نتحصلو على معنتها عجينة لينة ورطبة في نفس الوقت كيما تشوفو هكا. مهيش يابسة مهيش طرية، شوفو كيفاش نعجن. توا هذه هي الباط اللي تحصلنا عليها، شوفوا كيفاش رطبة. باش نحطها في البول نتاعنا بالبابي سيلوفان ونخليها تخمر. هذه هي العجينة متاعنا، شوفوا كيفاش خمرت لنا. بسم الله نحاولوا نخرجوا منها الهواء هذيك الكل هكا.
نحط شويه فرينه هكا على البلوند ترافا نتاعي باش نحلها على الفرينه. بسم الله. نستعينوا توا كما قلت لكم بشويه فرينه هكا ونحلوا الباتا نتاعنا. بسم الله. بسم الله. نحلوها سمك تقريبا شويه فرينه هنا نعاودو نحلو بالبي هكا الباتا نتاعنا باش ما تجينيش خشينه برشا خاطر باش نزيدو نرتحوها شويه ونخليوها تخمر. بسم الله. توا خليت بلاتو كيما هكا حطيت فيه شويه فرينه خليته على شيرة باش ناخو هكا ونقص بها. بالنسبه لي ما عندوش البورت بيس هذه هكا ينجم يعمل اي حاجه فنجان ولا صحفه صغيره ولا حاجه هكا. نزيدو نخليها ترتاح شويه هكا. شوفوا هكا توا هذه هي العجينة اللي فضلت نخليوها لمدوها كيما هكا نخليوها ترتاح شوية ونعاودو نخدموها مرة أخرى نحلوها ونعملوها. توا هذه هكا الفريكاسي نتاعنا بعد ما خليتها نغطيها ونخليها تزيد ترتاح شوية تعاود تخمر مرة أخرى. بسم الله. توا انا حطيت الطاجين نتاعي عبيته بالزيت نباتي باش نقلي فيه الفريكاسي نتاعنا. بسم الله. هذه الفريكاسي نتاعنا بعد ما ارتاح الزيت نتاعنا سخون نبداو. بسم الله. شوفوا كيفاش الكعبه محافظه على الشكل نتاعها بعد ما عاودت اختمرت مره اخرى. بسم الله. نحاولوا نزوم بالسيسه هكا باش يقعدوا محافظين على الشكل نتاعهم. نار متوسطة باش يتقليو لنا من داخل ومن برا. شوفو كيفاش
بسم الله. هذه الفريكاسي نتاعنا، شوفوا كيفاش خذا اللون الذهبي وقلبته على الشيرة الثانية هكا، شوفوا قاعد ياخذ في اللون الذهبي نتاعنا. بسم الله ما شاء الله كيفاش جانا. توا هذه كمية الفريكاسي نتاعنا حضرت، كملت تقليتها الكل واستقطرتها من الزيت، شوفوا كيفاش جاتنا بسم الله ما شاء الله، خفيفة فارغة من الداخل. باش نحلو كعبة ونشوفو كيفاش جاتنا، شوفو ما شاء الله. توا لهنا الحشو نتاعنا، عندي لهنا بطاطا قطعتها مكعبات، صمتها بشوية كركم وفلفل أكحل وملح. عندي لهنا هذه الهريسة، هريسة حليتها في شوية زيت زيتونة وشوية زيت متاع التن، على فكرة الزيت متاع التن يعطي بنة للهريسة نتاعنا. هذا يا زيتون، وهذا يا عظم مقطع هكا، وهذا يا طن، ومعدنوس. معدنوس نبداو توا نفوحوا الكعبات الفريكاسي نتاعنا. اول حاجه نعملها هي الهريسه، الهريسه نحبها ملوطه انا هكا. بعد نضيفوا البطاطا هكا، شوفوا كيفاش نحطوا العظم، بعديك الطن نحبها مشخشخة انا بالطن هكا، هكا شوية معدنوس هكا من الفوق اختياري للي يحب. كعبة الزيتون، وهذه كعبة الفريكاسي نتاعنا، شوفوا بسم الله ما شاء الله. نكملو نحلو كعبة أخرى مع بعضنا، أنا ديجا حليتها قبلها، حليتها شوفو كيفاش. نضيفو الهريسة هكا، اللي يحبها حارة واللي يحبها متوسطة ولا كل واحد كيفاش يحبها. لهنا هكا نضيفو البطاطا متاعنا، العظم، التون، والزيتون. جيت نكعبة أخرى هذه هكا، هذه التون والزيتون. بالنسبة للمعدنوس اختياري، للي يحب يعمل معدنوس واللي ما يحبش مش لازم، أنا عندي اللي يحب المعدنوس وعندي اللي ما يحبش المعدنوس. نكمل نفوحها من الكل ونرجع لكم. هذه الفريكاسي نتاعنا بعد ما كملت زينته الكل، شوفوا كيف جينا، نودكم ولا نشهيكم. خفيف تاكل منه ما تشبعش، ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم. في وصفه اخرى وبالسلامه.